السلام عليكم، شلون صح؟ إن شاء الله بخير يا رب. أكو كم طالب طلب من عنده ملخصات عن الهيومن، بالذات شابتر السي إن إس، وأشوف طلاب هم يسألون وجو يسألوني عن شنو المطلوب من عندنا نقرأ، وشنو اللي ما مطلوب، شنو الأشياء المهمة اللي نركز عليها، وشنو الأشياء اللي ما نركز عليها وأصلا ما نقرأها. أنا بهذا الفيديو راح أحاول ألخص لكم الشابتر مال السي إن إس، وأشرح لكم الأشياء المهمة وأوضح لكم إياها، وإن شاء الله يا رب تستفادوا من عندي ولو شيء بسيط. طبعا هو أنا هذا البارت الأول سجلته، بس للأسف ما أدري صار خلل بالإرسال مال الفيديو وما وصل، فراح أسجله مرة ثانية حتى تكون الصورة واضحة عندكم. نبدأ بارتات. بارت أول، البارت الأول يحكينا على الأوفرفيو أو the nervous system، المظهر الخارجي مال nervous system. nervous system من يتكون center nervous system، العفو النيرفس سيستم من يتكون؟ يتكون من جزئين اساسيين اللي هو السنترال نيرفس سيستم والبريفيرال نيرفس سيستم. الوظيفه مالته از ريسبونسبل فور ذا ريسبشن اند بروسيسنج اوف ذا سنسوري انفورميشن، يستقبل المعلومات الحسيه ويسوي لها بروسيسنج، يعالجها فروم بوث اكسترنال، من البيئه الخارجيه والانترنال، البيئه الداخليه مالتنا الاعضاء الداخليه. هو ينقسم الى قسمين، قلنا لو سي ان اس سنترال نيرفس سيستم، لو بي ان اس بريفيرال نيرفس سيستم. السي ان اس راح يتمثل بالبرين والسباينال كورد، يعني بالدماغ والحبل الشوكي، اما ويكون اثنينات المحاطه، البرين المحاط راح ينحط بالسكول، اما السباينال كورد راح ينحط بالفيرتيبال كولومن العمود الفقري. البريفيرال نيرفس سيستم عندنا اعصاب او الياف عصبيه تخرج من السباينال كورد ومن البرين. اللي تخرج من السباينال كورد راح يسميها سباينال نيرف، واللي من البرين راح نسميها كرانيال نيرف، الاعصاب القحفيه. هذين الاثنين راح يمثلن لنا البريفيرال نيرفس سيستم. هذا التقسيم بيناتهم هو تقسيم ارتباط، ليش؟ لان الاثنين يعملان معا. شلون طريقه عملهم؟ هذا المخطط يوضح لنا طريقه عملهم، وانا راح اشرحها هسه بطريقه كلش بسيطه. مثلا صار مؤثر خارج على ايديك، اجى دمبوس قريب من ايديك وشك اصبعك، انت ايش راح يسوي؟ راح ترسل اشاره عصبيه من الايد للحبل الشوكي، ومن الحبل الشوكي تصعد للدماغ، من الدماغ تتم بيها عمليه المعالجه بروسيسنج اند انتجريشن. انتجريشن يعني دمج. فورا ما تمت عمليه المعالجه راح يرجع رد فعل إيعاز من الدماغ للحبل الشوكي، ومن الحبل الشوكي للايد، تعطيك إيعاز أن توخر إيدك عن مصدر الألم. هذا يوضح لنا السبيشال فاكشن مال سنتر نيرفس سيستم. The nervous system received the sensory input، يستقبل sensory input إيعاز أو حسي، يعني يستقبل حس إشارة حسية، يا أما من الداخل من داخل أعضاء الجسم، يا أما من الخارج. بعدها ورا ما استقبل الريسيف سنسوري انبوت، ذا سنسوري بيرفورم انفورميشن تو بروسيسنج اند انتجريشن. انتجريشن وين يصير هاي؟ سم اب ان انبوت ريسيف فروم ذا اول بودي، يعني من جميع الجسم تاخذ هاي السنسوري انفورميشن وتسوي لها بروسيسنج، معالجه داخل الدماغ. بعد ما صارت معالجه وفرزن هالجسم العقل العفو، ولازم يطلع رده فعل. هاي رده الفعل شنو؟ The CNS generate motor output. Motor output هي الفاكتور، رد الفعل لهذا الإعاز المحفز. واضح إن شاء الله. Nervous tissue. Nervous tissue من يتكون؟ يتكون من جزئين أساسيين، يا أما neuron cell اللي هي الخلية العصبية وتفرعاتها طبعا، يا أما neuroganglia. neuroganglia هو هذا الدبق العصبي اللي تكون نسبته 50 إلى 1، يعني كل 50 كل واحد نيورون راح تقابلها 50 نيوروجليا. نيوروجليا الدبق العصبي وظيفته بروتكتيف اند نيوريشن تو ذا نيورون سيل، يعني يحمي ويغذي الخلايا العصبيه. هسه راح نشرحهم. نيرفس تيشو كونتين ذا تو تايب اوف ذا سيل نيورون اند نيوروجليا. نيوروجليا ار ذا سيل ذات ترانزميت نيرف امبلس، هي الخليه التي تنقل العصب، تنقل الإعازات العصبية. أما النيوروجليا سبورت أند نيوريشن نيورون، يعني تدعم وتغذي النيورون. النيوروجليا بيها سبيشال فاكشن، عندها فاكشن خاص بيها، يعني تنقسم هي عدة أنواع من النيوروجليا. ناخذ أول النيوروجليا اللي هي مايكروجليا، من اسمها مايكرو، تعمل كعمل الباثو
الفاجوسايتوسيس العفو مثل مايكروفيج. المايكروفيج هم افتهام خلوي هاي كذلك. فاجوسايتوسيس سيل ذات هيلب ريموف بكتيريا اند دبس، يعني تلتهم او تزيل البكتيريا والبقايا الخلايا الميتة. وعندنا نوع ثاني من النيوروجليا اللي هو استروسايت. الاستروسايت بروفايد ميتابوليك اند ستراكشرال سبورت دايركتلي تو ذا نيورون، توفر دعم للنيورون. عندنا خلايا نيوروجليا اسمها شوان سيل. شوان سيل هاي موجوده فقط بالبريفرال نيرفس سيستم. وظيفتها شنو؟ تكون لنا المايلين شيث. خلي اشرح هنا على الصوره. الأكسون هي الخلية العصبية من تتكون من سيل بدي ودندريات تشجرات وأكسون. الأكسون هو المحور. عادة الدندريات تكون قصيرة وتستلم الجهاز العصبي وتنقله بجسم الخلية، أما الأكسون يكون بالعادة طويل ويحتوي على الماينين شيث. الماينين شيث هو هذا الأزرق الشفاف، هو الغلاف النخاعي أعتقد بالعربي اسمه الماينين شيث. المايلين شيث يساعد على عملية نقل الأعصاب. أول شيء يقدم سبورت، دعم، بروتكتيف، أيضا حماية، ويساعد على تسريع عملية نقل الأعصاب من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى. المايلين شيث من راح يتكون على الأكسون راح يكون به فراغات بيناتهم. هاي الفراغات راح نسميها نود أوف رينفر. النود أوف رينفر راح العصب مو يجي يطب المايلين شيث، راح يسوي جامبينج من مايلين شيث إلى مايلين شيث آخر، فبالتالي راح تتسرع عملية نقل الأعصاب. إذن عملية نقل الأعصاب بالأكسون اللي بمايلين شيث راح تكون أسرع من الأكسون اللي ما بمايلين شيث. الدندريات هي تشجرات تكون قصيرة جدا عديمة المايلين نون-مايلينيتد شيث، وتنقل الإعاز العصبي إلى جسم الخلية، أما الأكسون ينقل الإعاز العصبي بعيدا عن جسم الخلية. صارت واضحة؟ نجي لشوان سيال، قلنا هي نوع من أنواع النيوروجليا. شنو وظيفتها؟ وظيفتها تكون لنا المايلين شيث. بعد ما تكونت المايلين شيث، قلنا راح ليف جاب. الجاب يعني فجوة. هاي شنو اسمها هاي الفجوة؟ نود أوف رينفر. زين، هاي الشوان فقط بالبرفر النيرفا سيستم. بستنتر النيرفا سيستم شنو اللي يكون لنا المايلين شيث؟ خلية عصبية العفو هم نيوروجليا اسمها أوليغو دندروسايت تكون لنا المايلين شيث. Anatomy of the neuron. قلنا classification according to the function. Three type of the neuron. عندنا ثلاث أنواع من الخلايا العصبية. يا أما تكون sensory neuron، يعني خلية عصبية حسية. هاي مسؤولة عن استلام المؤثرات الحسية، يعني تحسسية. أو interneuron. هاي تكون بين خلية عصبية حسية وبين motor neuron. الماتر نيورون هي خلية عصبية حركية تقدم الإعاز الحركي، يعني يا أما سنسوري حسية يا أما انتر نيورون اللي هي راح تدمج لنا بين السنسوري والماتوري، تكون بيناتهم تنقل من هاي الهاي ومن هاي الهاي. والماتر نيورون اللي هي حركية. السنسوري نيورون تيك نيرف سيجنال فروم ذا سنسوري ريسبتور تو ذا سنتر نيرف سيستم، يعني تأخذ الإعاز العصبي من الريسبتور. اكو ريسبتورات على الجسم كله موجوده بالاعضاء الداخليه وايضا خارج الجسم اكسترنال. هاي تستقبل المحفزات الحسيه توديها للسنسوري نيورون، السنسوري توديها للانتر نيورون، من الانتر نيورون تروح للماتوري. الماتوري اللي هي حركيه اللي تمثل لنا رده الفعل الافكتور. عاده الانتر نيورون تكون انتري وذ سنتر نيرف سيستم، يعني للداخل. انتر نيورون كان ريسيف انبوت فروم ذا سنسوري نيورون، تستقبل من السنسوري، اند فروم ذا اذر انتر نيورون ومن الانتر نيورون الاخرى. therefore they sum up all the information receiving from the other neuron before they communicated with the motor neuron. مثل ما ذكرنا بالشرح بالعربي، motor neuron take nerve impulse away from the central nervous system، تاخذ رد الفعل، يعني تاخذ من العقل توديه لل عضلة مثلا حتى تتحرك، أو للقلب حتى ينبض إلى آخره، يا أما external يا أما internal. النيورون هسه راح يصف لنا النيورون خلية العصبية من تتكون كنا من السيل بدي. السيل بدي راح يحوي لنا النيوكليوس الأعضاء الخلوية من النواة والبقية الأعضاء الخلوية، وأيضا يحتوي على الكروموسومات. أما الدندريات هي short
اكستنشن بروزات صغيره ذات ريسيف سيجنال فروم ذا سنسوري ريسبتور تستقبل السنسوري. اما الاكسون هو لونج عاده يكون يا اما ماينيتد يا اما نون ماينيتد، وهو ينقل العصب بعيدا عن جسم الخليه. الاكسون من يندمج واحد ويا الثاني يعني العفو يتسطر واحد بصف الثاني، هذا راح نسميه نيرف فايبر. كولكتيفلي ككل راح نسميه نيرف. الشرح واضح. ان سنسور النيورون فيري لونج اكسون كاري نيرف سيجنال فروم ذا دندريت اسوشيتد وذ ذا سنسوري ريسيفتر to the central nervous system, and this axon is interrupted by the cell body. هذا الأكسون يعني انقطع بالسيل بادي، هذا كله شرحته. الماينين شيث، قلنا الماينين شيث الغلاف النخاعي، يا أما تكون الأوليغودندروسايت بالسنتر nervous system يا أما تكون الشوانش سيل بالبريفرال nervous system. هذا الاثنينات هنا النيوروجليا. زين، هذا هسه شرحته. So the myelin sheath مالين شيث is interrupted، يكون متقطع. The gap where there is no مالين شيث، هسه شرحناها، قلنا gap يسموها not a framework، مو يكون مالين شيث وراء فراغ شوية وراء مالين شيث آخر، هذا الفراغ راح نسميه not a framework. هذا كلش مهم، احتمال يجي تعرف يعني. زين، قلنا long axon tend to have مالين شيث، الأكسون الطويل يميل إلى كونه مالين شيث، يعني يحتوي على ماينين. But short axon don't have، يعني القصير لا يملك. ال center nervous system عادة يتكون من جزئين، يا أما يكون gray matter يا أما يكون white matter. ال gray matter لونه سنجابي طاخ شوية. ليش نسميه gray matter؟ لأن لا يحتوي على ماينين شيث. الماينين شيث يكون لونه شفاف مثل ما شفته بالصورة، فيعطي لون الوايت البياض لل center nervous system وال peripheral nervous system. فبالتالي the gray matter of the central nervous system is gray because it contains no myelinated axon، while the white matter in the central nervous system white because it does have it. In the peripheral nervous system the myelin gives nerve fiber their white. هسه شرحناها، المايلين يعطي اللون الأبيض. أكو مرض عندنا اسمه multiple sclerosis. multiple sclerosis هذا مرض اسمه تصلب الأعصاب. شو وقت يصير من المايلين شيث هذا break down، يتحطم او يصير له دمج، فيؤدينا الى مالتيبل سكليروسيس. هذا المالتيبل سكليروسيس يؤدي الى ديفيكال بالنيورون ترانسميتر. قلنا احنا المايلين شيث مو يساعد على عمليه نقل الاعصاب، فبالمالتيبل سكليروسيس راح عمليه نقل الاعصاب تكون ضعيفه جدا، فبالتالي يسبب بين مالتيبل سكليروسيس ذا نيرف سيستم، هو متخصص فقط بالنيرف سيستم. ذا مايلين شيث، اذا هذا المايلين شيث المايلين شيث ايضا الى وظائف اخرى، قلنا بروتكتيف يحمي، وش يكون انه يكون لنا كفر اذا حصل اي خلل او اي دمج بالنيرفا سيستم، هذا راح يكون مثل الكفر حمايه الى الحد ما يتم تجديده او جروث من جديد، ينمو من جديد. فبالتالي بروتكتيف وسبورت و facilitated the transport of the neuron. هاي كلها وظائف المايلين شيث. راح أسوي المحاضرة جزئين حتى تكون قصيرة وترسل بسرعة. شكرا لكم. السلام عليكم. راح أكمل وياكم الجزء الثاني من البارت واحد. Physiology of the nerve. الفسيولوجيا مال النيرف. شلون تتم عملية طريقة نقل الأعصاب؟ أولا عشي شجار عليه خط بالأحمر، هذا يعني ما مطلوب من عندكم. أهم شيء لازم تعرفوا النيرف إدها resting potential، حالة الراحة. هاي resting potential تنقاس بالسالب. ليش تنقاس بالسالب؟ لأن السيل الخلية العصبية تكون تحتوي على أيونات سالبة بروتينات سالبة، أما خارجها راح تكون نسبة الـNA الموجبة كبيرة، فبالتالي داخل الخلية يكون سالب وخارجها يكون موجب. هاي إيش نسميه polarization. polarization يعني قطبية. فشون نقيس الرستيك بوتنشيال؟ الغشاء راح يكون مستقطب، الشحنة خارج الخلية موجبة والشحنة داخل الخلية موجبة. ليش قلنا؟ لأن أي برة هواية أكثر من الداخل، داخل الخلية أكو بروتينات سالبة. ف
فهذا المهم الوحيد اللي لازم تعرفه من هذا الشرح كله. الريستنج بوتنشال ايش قد مقدارها مال السيال؟ سالب 70. سالب 70 هاي ثابته. الخليه كل ما تتحفز او تتثبط لازم ترجع الى سالب 70. شلون ترجع الى سالب 70؟ عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بومب. الخليه العصبيه هي مثل البطاريه اللي قابله لاعاده الشحن، يعني لازم كل مره نعيد شحنها نرجعها للريستنج بوتنشال. شلون ارجعها؟ عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بومب. طريقه عملها راح تدفع الصوديوم ال NA للخارج بعد ما دخل، هو يدخل للخليه سوى عمليه تحفيز لها، ورا التحفيز راح تنفتح الصوديوم بوتاسيوم بومب، راح تدفع ال NA للخارج وتدخل الكي للداخل وترجع الى حالتها الطبيعيه اللي هي سالب 70، هاي يسموها ريستنج بوتنشال. الاكتف بوتنشال هذا كل شيء ما مأشر عليه خط جوا وكاتب بالعربي، فالمهم بس تقروا بالعربي تفهموه، انا ما مطلوب عندكم، ما راح يجمع عندكم شرح. الاكشن بوتنشال من يصير بها ستيميليت تحفيز، شو وقت يصير بها تحفيز؟ قلنا من تنفتح البوابه مال صوديوم جيت اوبن راح يدخل ال ان اي للداخل، بس هنا راح نشرحها. الخليه العصبيه ما راح تتحفز الا تصل الى حد معين، لازم تصير موجبة. هي ما راح تصير موجبة، احنا قياساتها بالسالب بس، شنو تكتسب شحنة موجبة الحد ما توصل الى سالب 55، من سالب 70 الى سالب 55. من توصل الى سالب 55 راح تصير بيها اكزاتيشن، يعني استوميليت تتحفز. شلون تتحفز؟ من الصوديوم جيت ات اوبن، فبالتالي ال ان اي يدخل الى الداخل ويخلي شحنتها سالب 55. هاي العملية شنو نسميها؟ ديبولاريزيشن، عملية إزالة القطبية، هي مو قطبية راح نزيلها. بعد ما صارت هاي بلحظات بثواني راح تنفتح بوابة البوتاسيوم، بوتاسيوم جيت أوبن، فبالتالي فورا راح تنسد بوابة الـ NA وتفتح بوابة الكي، حيث يخرج الكي إلى خارج الخلية وترجع الخلية سالبة، يخرج الكي والـ NA إلى خارج الخلية. هاي العملية نسميها ليبرالايزيشن، استعادة القطبية. هاي السالب 55 شنو نسميها؟ نسميها دير شورت، اي ان الرفلكشن لا يحدث الا اذا كان المحفز كافي حتى يكون فرق الجهد على طرفي الخلية يساوي سالب 55 اللي هو دير شورت. عملية نقل الاعصاب شلون تتم؟ تتم بسرعة قلنا، لان اكو ماينين شيث راح تسوي جامب من ماينين شيث الى ماينين شيث اخر، فبالتالي عملية نقل الاعصاب كلش سريعة تصير. اي شيء كاتبه انا باللون الاحمر هذا كلش مهم يعني تقروه، اما اللون الازرق فقط تفهموه باللغه العربيه، ما مطلوب من عندكم، هذا كله ما مطلوب من عندكم، بس اللي كاتبه باللون الاحمر. قلنا بالمحلول بالمحور عديم المايلين الايعاز راح ينتقل بصوره بطيئه، ليش؟ لان ما يصير بعمليه جام، اما بالمايلينيتد راح يكون بصوره سريعه لان يسوي جام، الإعاز العصبي يسوي جامب بالمايلينيتد إلى مايلينيتد آخر. هذا كذلك تقرون بس اللغة العربية تفهمون. السينابس عملية التشابك، خل أشرح لكم إياها على الصورة. هاي المنطقة مو إجا المحور وصل للأخير راح شوية يتوسع، هذا التوسع يسميه أكسن ترمينال، النهاية المحورية. هذا التوسع راح يلتقي بالخلية العصبية سيل بادي مع خلية عصبية أخرى، يا أما ريسيف يا أما انتر نيورون. اذا كانت ريسيف فالنهايه الفراغ بين النهايه العصبيه الاكسون ترمينال وبين الريسيفنج راح نسميه سينابتيك كلافت، الشق شق التشابك. هاي المنطقه نسميها كلها سينابس التشابك. افر بانش ان ذا ماني فاين اندينج ايتش تريب، هاي قلنا اكسون ترمينال نهاية المحور راح تتوسع تكون لنا اكسن ترمينال، وهاي المنطقة بين الاكسن ترمينال والريسيفنج سيال بودي راح نسميه سينابس. السينابتيك كلافت هي السبيس اللي تكون جاب، يعني مساحة فارغة بين الاكسن ترمينال والريسيفنج نيورون. The transmitter crosses the synapse is carried out by the molecular called neurotransmitter. أكو هذين الدوائر الصغيرة نسميها نيورو ترانزيميتر، ناقلات عصبية.
عمليه نقل العصب هو الاشاره العصبيه مو اجت في الاكسون شلون تنتقل للريسيفنج نيورون. راح نشرحها بثلاث خطوات. اول خطوه النيرف سيجنال ترافلينج الونج ذا اكسون اند ريتش ذا اكسون تيرمينال. بعد ما وصل هذا الترانسميتر الى الاكسون تيرمينال ايش راح يسوي؟ راح يتحد ويا هنا الجدار مال نهايه الاكسون تيرمينال. ورا ما يتحد فيوز راح يدخل لنا كالسيوم. الكالسيوم هو اللي يحفزه حتى يتحد هنا. شوفوا هاي بوابة كالسيوم، راح يدخل الكالسيوم للاكسون تيرمينال راح يحفز النيورو ترانسميتر حتى يتحد ويا الغشاء، وبالتالي كالسيوم ايون انتر تو ذا تيرمينال سيموليت سينابس فيزوس تو ميجوريت وذ ذا سيندينج ميمبرين. يعني تتحد تندمج او تتحد ويا الممبرين، وبالتالي النيورو ترانسميتر مولكيولار ريليز انتو ذا سينابتيك كلافت اند ديفيوز اكروس ذا سينابتيك كلافت تو ذا ريسيفينج ميمبرين. بعد ما دخل الكالسيوم راح يحفز النيورو ترانسميتر فيزوس الى ان تتحد ويا هاي الممبرين. بعد ما تتحد ويا الممبرين هي حامله جهاز عصبي راح تفرزه ريليز تو ذا سينابتيك كلافت. هذا السينابتيك كلافت هو فراغ، فراح يسوي ديفيوج راح يروح المن هنا لل receiving neuron. هكذا تتم عملية نقل الأعصاب. إذا الكالسيوم كلش مهم بعملية نقل الأعصاب. هاي العملية أما تكون excitation يا أما inhibition. excitation because the neuron transmitter مثل الأسيتالكولين راح يسوي لنا الصوديوم get to open. الصوديوم من open راح يسوي excitation. low inhibition إذا النيورو ترانسميتر راح يخلي البوتاسيوم تنفتح، فبالتالي تكون لنا انهيبشن مثل ما ذكرنا هنا. إذا الصوديوم راح يسوي اكزاتيشن، إذا البوتاسيوم يسوي انهيبشن. انهيبشن يعني تثبيت، اكزاتيشن يعني تحفيز. هذا كله قلنا له. عملية نقل الأعصاب تكون رابد. ليش رابد؟ قلنا لأن تحتوي على مانينات تشيث. الأسيتالكولين سترايس هذا إنزيم يعمل على تثبيط النقل العصبي break down the neurotransmitter acetylcholine. هذا هم أنا تقرأه بالعربي فقط تفهمه. النيوروترانسميتر المولكولار هذا الجزيئات اللي تنقل الجهاز العصبي. عندنا تقريبا more than 100 substance أكثر من 100 وحدة نيوروترانسميتر. مثال عليها الأسيتالكولين النيوروبنفرين دوبامين والسيروتونين والجلوتامين والجابا امين. هذا ان كلها نيوروترانسميتر. النيوروترانسميتر يا اما تكون مثبطه يا اما يعني تعمل على تثبيط اعضاء وتعمل على اكزاتيشن الاعضاء اخرى. ناخذ مثال الاسيتالكولين والنيوروبرفرين اكتيف اند بوث سنترال نيرفس سيستم والبريفيرال نيرفس سيستم. بالبريفيرال نيرفس سيستم النيوروترانسميتر act as synaptic called the neuromuscular junction. تعمل على neuromuscular junction. زين شو تسوي؟ ها خلنا ناخذ عليه مثال. مثلا acetylcholine H. الacetylcholine راح تحفز skeletal muscle لكن تثبط cardiac muscle، يعني تحفز العضلات الهيكلية بس تثبط عضلات القلب، يعني تضعف نبض القلب. It has either يا أما exciter or inhibitor effect in the smooth muscle or gland depending on their location. يعني ما أما ثبط أو يا أما تحفز. النيوروبرفرين على العكس، هاي يا تحفز exciter to the smooth muscle in the central nervous system. أيضا determined waking and mood، تحدد الwake مالتك الوعي والإحساس مالتك الemotion والمود مالتك. المود يعني المزاج مالتك بايج او فرحان الى اخره. السيروتونين انفولف ان ذا ثيرمو ريجوليشن، تنظم عمليه تكون الخثره ثيرمو ريجوليشن سليبنج النوم والايموشن الاحساس والبرسبشن والادراك. اكو من ادراكت ممكن تاثر على هاي النيوروترانسميتر. شلون تاثر عليها؟ هي اما تثبطها مثلا ناخذ دراج عندنا
اكو انواع من الادراك تؤدي الى النوم مثل الفاليوم، هاي اذا اخذناها راح تحفز النيورو بيرن فريم فتؤديك الى تحسسك بالنعاس، وبالتالي الانسان راح ينام او يتخدر. هذا الشرح كاتبه بالعربي هنا باللون الازرق، بس تقروا تفهموا، ما مطلوب من عندكم يعني شيء حفظ. وهسه كله راح اشرحه هنا على هاي الصوره. هاي الصوره كلش مهمه، توضح لك عمليه التحفيز والتثبيط شلون تتم من نقل الاعصاب. قلنا عندما تنفتح بوابه الان اي الموجبه راح يكون ديبولاريزيشن للخليه، فبالتالي راح يصير اكزاتيشن من توصل للديرشوت يعني الجهد الخليه اللي هو سالب 55، فقط توصل للسالب 55 راح يصير بها اكزاتيشن. اما اول ما توصل لهاي راح تنفتح بوابه الكي، هذا الاحمر من تفتح بوابه الكي راح ترجع للسالب 77، فبالتالي يصير بها انهبشن. الانتجريشن هي الدمج بين هاي وبين هاي. الانتجريشن هي المهمه اللي تجمع لك بين الاكزايتر والانهبيتر، يعني مجموعهن راح يسوي لنا الانتجريشن. اذا كانت هاي الانتجريشن قريبه من الدير شورت فبالتالي راح يصير تحفيز، اذا ما وصلت الدير شورت ما يصير اي تحفيز، يا اما يصير تحفيز او يا اما ما يصير. فهذا الرسم كلش مهم يشرح لكم عمليه نقل الاعصاب، واتمنى تكون واضحه لكم ان شاء الله. هذا الشرح كله قريته على الرسم، يعني بس تقرون الرسم تفهمون، واقرا الازرق بالعربي هو يوضح لكم كل شيء. وشكرا لكم. السلام عليكم. ملاحظة صغيرة نسيت أذكرها على البارت الأول، هذا الرسم مهم جدا تقرأ، لأن هذا الرسم يلخص لك كل هذا الشرح ويفهمك عملية نقل العصب شلون تتم، عملية الإكزاتيشن والإنهبشن، التحفيز والتثبيط مال الأعصاب شلون تتم. مثل ما شرحت قبل شوية، الإكزايتر سيجنال الإشعار المحفز راح يؤدي إلى عملية فتح بوابة الـ NA، فبالتالي يدخل الـ NA الموجب إلى داخل الخلية. الخلية هي مو بالأصل سالب 70، من راح يدخل لها الـ NA راح يسوي عملية ديبولاريزيشن، فتزداد الموجب مال الخلية من سالب 70 إلى سالب 55. من توصل سالب 55 راح يصير بها عملية إكزاتيشن تحفيز. أما الإنهبشن شلون تتم عملية الإنهبشن التثبيط مال الخلية؟ الانهبيتر سيجنال راح تجي الخلية راح تفتح بوابة الكي الموجبة، فبالتالي الـ NA راح يضطر يخرج إلى خارج الخلية وترجع الخلية إلى حالتها السالبة، وهاي العملية نسميها ريدبولاريزيشن. الانتجريشن شنو معنى الانتجريشن؟ هي عملية الانتجريشن دمج الاكزاتيشن ويا الانهبشن. إذا كانت الانتجريشن توصل سالب 55 راح يصير بيها اكزايتر، اما اذا الانتجريشن اللي هي دمج بين التحفيز والتثبيط اقل من سالب 55 ما راح تتحفز الخلية العصبية ابدا. وهذا الحكي كله موجود هنا، تقدرون تقروه باللغة الانجليزية. شكرا.